والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط المحترم، يسعدنا تشريفكم لنا. قابوس ألبسك العليا مذهبة، قابوس أنشدك الدنيا دواوينا، سلطان رشد، سلطان رشد بقلب الشعب منزله. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، الفاضل الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للمديرية العامة للمستشفى السلطاني، الأفاضل مدراء العموم، الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا بحفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي للعام التعليمي 2015-2017. سعادة الدكتور راعي الحفل، أيها الحضور الكرام، يعد الإرشاد الوراثي فرعا هاما من فروع الوراثة الإكلينيكية، يتم من خلالها تقديم الحقائق العلمية بدون التأثير في اتخاذ القرار الخاص بأي مرض وراثي. نود ختاما أن نشكر المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمها للنشر التعليمية الخاصة بالمركز وعلى دعمها لهذا الحفل. كذلك أشكر جميع الزملاء من المركز ومن المستشفى السلطاني ومن وزارة الصحة والذين واصلوا العمل الليل بالنهار كي نقوم بإعداد هذا الحفل ونقوم باستقبالكم وتشريفكم لنا. وختاما نتوجه لسعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط بخالص الشكر والتقدير على رعايته حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي. داعينا الله العلي القدير أن يكلل جهودنا بالنجاح وأن يتم سعينا بنيل المراد مشروعة بتوفيق الله عز وجل، وأن يكلأ عمان وراعي مسيرتها جلالة السلطان المعظم بالحفظ والتأييد وأن يحبها من الخير المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البروفيسور جوفاني روميو رئيس المجمع الأوروبي للطب الوراثي لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل. So I started 30 years ago with Professor Victor Matiusik, the founder of medical genetics, in near Bologna, in a place which is called Bertinoro. Some of you have been attending these courses, and you will see the last achievement, I should say. I'm very proud of this. This is a course in genetic counseling, which was here. For this, the advantage is that many students could not attend personally. Today I am going to present to you about my research, which was one of the requirements of genetic counseling course. And this table illustrates the indicator for knowledge of participants toward premarital screening. The number is increased noticeably by 49% between 2012 and 2016. Thank you.
وعد الله شريف ملا عبد. Thank you.